بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا في الدرس الماضي لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وقلنا أن هذا هو القسم الأول على ما قسمنا المقدمة، وبدأ فيها بالبسملة لماذا؟ الأول اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واقتداء بعلماء السلف، وتيمنا تبارك البدأ بسم الله، واستئناسا بحديث فتح الله عليك. الله، قلنا أن أسماء الله مشتقة، الإله الله مشتق من الإله المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، والثاني قيل أن اسم الله الأعظم أنه يحذف الألف واللام في النداء، ألف واللام فيه أصليرة تحذف عند النداء، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، ولم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم واصل، والرحمن ذو الرحمة، والرحيم ذو الرحمة الخاص. لماذا يبدأ العلماء بالبسملة؟ اترك الكتاب يا أخي، اترك الكتاب. لماذا يبدأ العلماء بالحمدلة بعد البسملة؟ نعم، اقتداء بالكتاب العزيز، أول سورة في القرآن الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، و يحمد العلماء، على هذا سار السلف الصالح رحمه الله تعالى، أنهم يبدأون المؤلفات بالحمدلة لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذا المنزلة، وهي منزلة ورثة الأنبياء، وكذلك يأتي الحمد في آخر الكتاب حمدا لله على إتمام النعمة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. ما هو الحمد؟ هو ذكر محمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء، وقلنا الدليل الحديث القدسي حمدني عبدي، ثم قال سبحانه وتعالى أثنى عليا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي رسول وأي هدى وأي دين. نعم، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالهدى، الهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، ويملكها من كان على طريقة عليه الصلاة والسلام، هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. فهل النبي عليه الصلاة والسلام هدى أو جاء أو مع الهدى؟ هدى أي هداية الدلالة والإرشاد، وجاء ومع الهدى عليه الصلاة والسلام بالهدى والدين. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، إن الدين أي عمل، دين الحق ضد الحق الباطل. نعم، فتح الله عليه. ليظهره، اللام قلنا هنا، نعم، للتعليم، والإظهار من الظهور، ومنه ظهر الدابة أي العلو. ليظهره، الها تعود إما على الدين أو على الرسول، الصحيح أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين على كل الأديان، وأظهر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وكفى بالله شهيدا، قلنا شهادة قولية،
وشهادة تقريرية. نعم، بعد هذا، بعد هذا ماذا قال المؤلف؟ نعم، أشهد شهادة أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العباد لله وحده لا شريك له. ولابد في لا إله إلا الله من نفي إثبات. تقدم معنا أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. ثم لابد في الشهادة من قول وعمل واعتقاد، وهذا تقدم معنا. وفي شهادة أن محمدا عبده، أي عبد لا يعبد، ليس له شيء من خصائص الربوبية، أو عبد أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. ولابد أن نجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة. ومقتضى شهادة أن محمدا عبد رسوله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، صلى الله عليه. الصلاة من الله، من أحسن ما قيل فيها هو الثناء عليه في الملأ، الثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت هذا تعليقا عند البخاري وعند غيره، من أن الصلاة هي الثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى. فبالصلاة جلب الخيرات، وبالسلامة دفع الأفعال. ولهذا مر معنا في كتاب التوحيد أنه لا يقال السلام على الله. لماذا؟ لأنه لا يدعى بالشيء بالسلامة إلا هو قابل للنقص. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. نعم، فإن الله هو السلام. صلى الله عليه وعلى آله. قلنا إذا ذكرنا الآل وأطلقنا، فالمراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي نعم الأتباع وآله وصحبه. الصحب جمع صحابي، وهو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. وسيأتي بإذن الله تعالى في هذه العقيدة المباركة ما هو معتقد أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيد أي زائد. فتح الله عليه. ثم بعد هذا ماذا قال؟ نعم، أما بعد، مهما يكون من شيء بعد فأقول. فهذا قلنا إما إما أنه كتب المقدمة، كتب المقدمة بعد كتابة الكتاب، أما أنه يوجه الكلام للقارئ، أو قال هذا باعتبار حال القارئ، أم أن هذا الكلام رسخ في ذهنه، أو أن هذا الذي تركب في ذهن شيخ الإسلام. نعم، أنت تظن أن شيخ الإسلام يكتب كتابه ولا يدري ماذا يكتب؟ قلنا كل مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله هو فيها قائل لا ناقل، واكتب من حفظه. نعم، فهذا اعتقاد أن لابد أن تفي بهذا العهد، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وهذا يسميه العلماء نذر عام، يدخل تحت كل مسلم، لأن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول كان كالناذر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا اعتقاد من؟ إذن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين سبب إيراد الأدلة من الكتاب والسنة، قواعد السنة والجماعة، فأراد أن يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة والطائفة المنصورة والناجية، قلة
ولا يلزم أن يكون أهل السنة والجماعة في كل زمن قلة، قد يكون قلة باعتبار الفرق الأخرى، قد يكون قلة في زمن وكثرة في زمن، كما كثرت الفتوحات زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فرقة ناجية في الدنيا من الانحراف عن طريقة السلف، وفي الآخرة ناجية من العذاب، منصورة ينصرها الله سبحانه وتعالى، تخذل وتخالف وينصرها الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرط قلنا إلى قرب قيام الساعة، حتى نجمع بين هذا الحديث وبين قول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق، إلى قيام الساعة. وهم أهل السنة. لماذا سموا بهذا الاسم؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يطلق علماء أهل السنة على كتب التوحيد والعقيدة يسمونها بأسماء: التوحيد والعقيدة والمعتقد والاعتقاد والأصول وأصول السنة والسنة والفقه الأكبر والشريعة والمنهج. هذه كلها عندما يقول السنة للإمام أحمد، هل السنة هنا هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ لا، السنة أراد أن يبين لك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة يسمون المؤلفات التي تؤلف في العقيدة وفي التوحيد بها أسماء منها السنة. أهل السنة سموا بهذا الاسم لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ظاهرا الاجتماع على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، إقام الصلوات المفروضة، جماعة، الجمع، الأعياد، الحج، الجهاد. باطنا أمور كثيرة، منها الخوف والرجاء والتوكل، ومنها مثلا إذا قام الإنسان يصلي ركعتي الفجر، سنة الفجر، ينوي أنها سنة، هذا اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا، وظاهر يصلي ركعتين ولا زيد. والجماعة لأنهم اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين معرفة، هم الصحابة رضي الله عليهم. وفي رواية قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عندما صار هذا اللقب ملتبس على بعض الناس، وظن بعض الناس على ما تقدم معنا في الدرس الماضي، ظن بعض الناس أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، رد علماء أهل السنة وبينوا أنهم ليسوا من أهل السنة. كيف يكون هؤلاء من أهل السنة وهم ينكرون كل الصفات ويثبتون سبع صفات؟ حتى في إثبات هذه السبع صفات لم يوافق أهل السنة والجماعة. ولهذا تكلم العلماء وقالوا أنه لابد أن نفرق، لأن هناك من يطلق على الأشاعرة أنهم أهل السنة، فميزوا أهل السنة والجماعة عن الأشاعرة بقولهم أهل السنة السلفية أو السلفية. فالسلفية لابد أن يعلم هذا، فالسلفية ليست بفرقة وليست بالتفريق للأمة، بل هي اعتقاد واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الأمة. فمن يظن
بالسلفية أنها تفرق للأمة، فقد أتى بالباطل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يتبرأ من طريقة السلف، لأن من السلف؟ السلف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة رضي الله عنها: ونعم السلف أنا لك. فالسلفية هي اتباع لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، ولا يستطيع أحد أن يتبرأ من طريقة السلف. لكن هذه الكلمة، أي أن المرء يكون على طريقة السلف، ليست كلمة تقال باللسان، بل لا بد أن يصدقها العمل. الآن تسمع في هذه الأيام سلفية جهادية، سلفية تكفيرية، سلفية كذا، سلفية كذا. لا يمكن أن ننسب هذا إلى السلف الصالح رضي الله عليه، فهم أرادوا الطعن في طريقة السلف بهذه الألقاب. ثم أننا ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن كتب في معتقد أهل السنة والجماعة ختم العقيدة بقوله: نسأل الله أن يجعلنا منهم. فالسلفية لا بد أن تكون على ما قال بعض العلماء رحمهم الله: كن سلفيا على الجادة. ولا بد أن نعرض عمل هذا على ما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذه السلفية. نعم. طيب، أهل السنة والجماعة ثم قال: وهو أي معتقد الإيمان بالله. وتقدم معنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرحنا ما يتعلق بأركان الإيمان. ذكرنا أيضا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، والإيمان بوجود الله. والأدلة إجمالا على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. ذكر مجمل اعتقاده من السنة والجماعة، ثم ذكر مجمل اعتقاده من السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ومن الإيمان من هذه تبعيضية، أي بعض الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بوجود الله. وأراد أن يبين لك هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف أي وسمى به نفسه، أي في الكتاب والسنة. وقلنا هذا فيه إشارة من المؤلف إلى أن الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز القرآن ولا الحديث كما ورد هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأسماء والصفات توقيفية. فإذا قال لك قائل: هل للعقل مجال أو للاجتهاد مجال في باب الأسماء والصفات؟ تقول: لا، لكن هذا من حيث التفصيل. أما من حيث الإجماع فكل عقل باقي على الفطرة لابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. هذا من حيث الإجماع. أما هذه الصفة تثبت لله أو لا تثبت لله، هذا توقيف. مرة أخرى، إذا هل للعقل مجال في باب الأسماء والصفات؟ نقول: من حيث الإجمال، أي من حيث أن العقل لابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب، فهذا ثابت. تقدم معنا أن الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة: العقل. والعقل أي عقل؟ العقل السليم الباقي على الفطرة. أما من حيث التفصيل، إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الحياة والقيومية وما إلى ذلك، هذا لابد
في من رجوع الكتاب والسنة ولا مجال للعقل ولا الاجتهاد. مفهوم؟ نعم. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بإذن الله تعالى. وهو يجمل هنا الآن، ثم بعد هذا سيأتي بإذن الله التفصيل، وهذا تقدم معنا في طريقة علماء أهل السنة والجماعة، يجمع المسائل ثم بعد هذا يفصل. نعم. من غير تحريف. الانحراف أي الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، أي في الأسماء والصفات. وأخذنا أن شيخ الإسلام تحرى نصوص الكتاب والسنة، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة قال فافعل. وهذه هي السلفية، هذا الذي جاء في القرآن. ولا يصح أن تقول هذا الذي عبر به القرآن، لأنك لو قلت هذا معناه أنك قلت عبارة أو حكاية إشكال، تقول هذا الذي جاء في القرآن. نعم، عبارة أو حكاية ما يمكن. هذا الذي جاء في القرآن وأبلغ في التنفيذ وأقرب إلى العدل، والتأويل ليس كل مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، من غير تحريف ولا تعطيل تخلي وترك. تعطيل ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من أسماء والصفات على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، والتعطيل لما تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة، أو تعطيل كلي كتعطيل الجهمية. وبهذا نعلم أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة ولا كرام. ومن غير تكييف، قلنا التكييف اسأل عنه بكيف، كما قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سؤال عن الكيفية. والتكييف محرم سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا. لماذا التكييف محرم؟ لأننا لا يمكن أن ندرك كيفية شيء إلا بالمشاهدة، أو بمشاهدة المثيل إذا كان له مثيل، أو بخبر الصادق. ونحن لم نرى الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فالقول بالكيفية قول على الله بلا علم. هل معنى هذا أننا ننكر الكيفية؟ لا، نحن نثبت لله سبحانه وتعالى كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. كما نقول مثلا في ما أعده الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة، نخل وزيتون ورمان، لا هذه لا كيفية، لكن لا نعلم كيفية النخل والزيتون والرمان. نعم، ولا تمثيل، ولم يقل ولا تشريع. تقدم معنا أن طريقة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يذكروا لنا تعريف منضبطة، فلا بد على من أراد أن يكون على طريقة السلف أن يضبط هذه التعريف ولا يغير منها شيء. لو قال من غير تشبيه أخطأ. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء، وما من شيئين في الوجود إلا وبينهما شيء اشتبهان، حتى وإن كان في الاسم رأس الإبل ورأس المال ورأس الوالد. تقول فلان لين والحديد لين، أي إذا صهر، هل الحديد مثل هذا؟ ليونة الحديد مثل ليونة هذا؟ لا، كل شيء بحسب ما يضاف إليه. الثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة والجماعة بألقاب حتى ينفر الناس عنهم،
سموا أهل السنة مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب وغثاء وهابيل حتى ينفر الناس عن أهل السنة والجماعة. طيب نعم، بل يعني أهل السنة والجماعة طريقتهم في هذا الباب إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة، بل يؤمنون نعم بأن الله سبحانه أي تنزيه الله سبحانه وتعالى كل نقص وعيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى شرح لهذه الآية في الآيات. هذه الآية لا تكاد تجد كتاب مؤلف في باب الأسماء والصفات إلا وهذه الآية موجودة فيه، وفيها من القواعد. القاعدة الأولى الإثبات وهو السميع البصير، القاعدة الثانية التنزيه ليس كمثل شيء. تقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال. وفي هذه الآية أيضا ما جاء في القرآن من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. إذن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء والسميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولذلك الصفات الثبوتية كثيرة جدا مقابل الصفات المنفية. لماذا؟ لأن المدح والكمال لا يكون إلا بهذا، والصفات المنفية تذكر غالبا إما على وجه العموم والإجمال أو لدفع ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى أو دفع توهم نقص، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا بالأدلة. نعم، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يكون الخالق الكامل مثل المخلوق الناقص. نعم، فلا يحرفون وأخذنا فلا ينفون، لا ينفون يعني يثبتون مع تنزيه والمعاني معلومة والكيفية مجهولة علمه عند الله والسؤال عنها بدعة. نعم، فلا يحرفون الكلمة عن مواضع، تقدم معنى التحريف، ولا يلحدون. الإلحاد إما أن يكون إلحاد في الأسماء والصفات أو إلحاد في الآيات على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إلحاد في الأسماء والصفات وإلحاد في الآيات. أعطينا القلم لا تكتب، كل ما أذكر وزيادة موجود في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الواسطي، تنتبه معي هنا ثم تراجع الشرح، احفظ فكل حافظ إمام إذا كان يعمل بعلمه. إذا الإلحاد ينقسم إلى قسمين، إلحاد في باب الأسماء والصفات وإلحاد في الآيات. الآيات إما آيات شرعية أو آيات كونية. إلحاد في الآيات الشرعية يقول أن القرآن مخلوق أو ينكر السنة. إلحاد في الآيات الكونية يقول أن الطبيعة تخلق الأشياء مثلا، هذا الإلحاد في الآيات الكونية. إلحاد في باب الأسماء والصفات
هذا ينقسم إلى أربعة أقسام، وأحسن من هذا من باب التفصيل أن نقول أنه ينقسم إلى خمسة أقسام. أن ينكر الأسماء كلها جهمية أو بعضها أشاعرة. الثاني أن يثبت الاسم وينكر الصفة، هذا الثاني. الثالث أن يجعلها دالة على التمثيل، أن يشتق منها أسماء للأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة وقادر على الاختراع، وثالث ثلاثة. نعم. ولا يكيفون ما معنا، ولا يمثلون صفاته بصفات لماذا أهل السنة والجماعة يحرم هذه الأشياء، الإلحاد والتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل؟ لماذا؟ قال لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا ند ولا كفر. هذه الثلاثة معانيها متقاربة. لماذا لا ند ولا كفء ولا سمي له؟ لأنه سبحانه وتعالى، هذا تقدم معنا في القاعدة، كل صفة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه فالواجب علينا أن ننفي مع إثبات كمال الضد. نقول لا سمي ولا ند ولا كفء له لكماله سبحانه وتعالى وكمال أحديته وصمديته. نعم. ولا يقاس بخلقه، لا يمكن أن نقيس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن هناك نوع واحد من أنواع القياس يستعمل في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وهو قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ أننا نقول أن كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، هذا من حيث الإجماع قلنا، وكذلك العقل. وكل صفة نقص وعيب لابد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. نعم. طيب قال لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا قاس بخلقه. لماذا؟ هذه الأشياء اللي أذكرها المؤلف تسمى عناصر الدلالة والإفهام، عناصر الدلالة والإفهام. هذه عناصر الدلالة والإفهام أربعة، إذا اجتمعت هذه الأربعة في كلام وجب أن يقبل، وهذه اجتمعت في الكتاب والسنة، وهذه الأربع تستطيع بها أن ترد على المخالف، على من يترك الكتاب والسنة وما كان عليه السلف ويرجع المتهوكين والحيارة من الصابئة ومن وافقهم. تسمى عند أهل السنة والجماعة عناصر الدلالة والإفهام. عناصر الدلالة والإفهام أربع: أن يكون الكلام صادر عن علم، أن يكون هذا القائل صادق في كلامه، أن يكون هذا المتكلم أفصح في كلامه، بيان فصاحة. الرابع إرادة الهداية. كيف نطبقها الآن هنا؟ نقول لهؤلاء، أي للمتهوكين والحيارة مخالفين طريقة السلف، هل أنتم أعلم أم الله؟ يقول الله ولا بد. هل أنتم أصدق أم الله؟ يقول الله. هل استطاع هؤلاء المتهوكين والحيارة أن يأتوا ببيان وفصاحة أكثر مما جاء في الكتاب؟ يقول لا. هل أنتم أردتم هداية الخلق، أو هؤلاء أرادوا هداية الخلق أكثر مما أراد الله؟ يقول لا. إذن لابد أن ترجعوا إلى الكتاب. ثم نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو أعلم أم أنتم؟ أصدق أم أنتم؟ بيان فصاحة أم أنتم؟
أراد الهداية أكثر مما أراد هؤلاء؟ لا. إذا لابد أن نحكم الكتاب والسنة. كم؟ أربع عناصر: دلالة وإفهام. هي في الحقيقة ثلاثة ذكرت هنا، وأضاف إليها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الأمر الرابع، وهذا مذكور في مؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله يأتي معنا بإذن الله تعالى في التدمرية. نعم. قال: وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه واحد واحد، فإنه أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيلا، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا، وأحسن حديثا. بان فصح. يبقى معنا إرادة الهداية. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. ثم أن هذه العناصر، أي عناصر الدلالة والإفهام، اجتمعت كذلك في كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، هنا نذكر مسألة أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأسماء والصفات لا يدخلها النسخ، لا تنسخ، لأن محل النسخ الأحكام، وهذا خبر عن الله لا يمكن أن ينسخ. مثال: جاء هذا الأخ وقال: البارحة حدث حريق ومات ثلاثة من الطلاب وأصيب عشرة، وجاءت الشرطة وكذا وكذا. هذا خبر، صح؟ طيب، بعد عشر دقائق قال: هذا الكلام منسوخ، لم يحدث البارحة شيء من هذا، ولكن كان هناك تكريم لثلاثة من الطلاب، وحضر فلان من العلماء، وكان هناك ندوة علمية ودورة علمية وكذا. نقول لهذا: أنت كاذب، لأن النسخ محل الأحكام لا الأخبار. نعم. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كل ما جاء عنهم من الخبر عن الله هذا لا يمكن أن يدخل النسخ، لكن كيف لنا أن نعرف هذا عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هذا إذا وجد في الكتاب والسنة، أي خبر عن الأنبياء والرسل عليهم السلام، نقول هذا لا يمكن يدخل النسخ. إذن أن يثبت هذا عن طريق شرعي. مثال: قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثبت في شرع، ولا يمكن أن يأتي في شرع ما يخالفه، لأن هذا خبر عن الله. إذن هل نأخذ من هذه الآيات صفات لله سبحانه وتعالى؟ نعم. طيب، ثم عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يقولون، صدقهم الله. ويجب على أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن يصدقهم، ولهذا قلنا في مقتضى شهادة أن محمد عبد ورسوله تصديق فيما أخبر. صادقون، مصدقون أو مصدوقون، أن الله صدقهم، ويجب على أقوامهم أن يصدقون. صادقون فيما يقولون بخلاف المخالفين، متهوكين وحيارى ومجوس نعم، الذين يقولون عليه بلا علم ولا صدق ولا بيان ولا فصاحة ولا إرادة هداية. نعم. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم. هذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه آية شرحها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فسبح نفسه، فسبح
أي نزه نفسه، المنزه عن كل نقص وعيب، عما وصفه به المخالفون للرسل عليهم الصلاة والسلام، وسلم على وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوا من النقص والعيب، واجتمع في كلامهم العلم والصدق والبيان والفصاحة وإرادة الهداية. إذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى هذا. نعم. وهو قد جمع فيما وهو أي أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أوقف. ما حقيقة التوحيد؟ وفرد الله بالعباد. حقيقة التوحيد هذا الذي ذكر المؤلف الآن. تقول زيد قائم، أثبتت القيام لزيد، لكن قد يكون مع زيد مشارك عمل، لكن لو قلت لا قائم إلا زيد، أثبتت القيام لزيد ونفيت أن يكون معه مشارك، حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العباد لله وحده لا شريك له، لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، هذه هي حقيقة التوحيد. كذلك في الأسماء والصفات لابد إثبات مع تنزيه، هذا هو التوحيد. وهو سبحانه قد جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، لأن هذا هو التوحيد. نعم، وتقدم معنا أن الصفات الثبوتية كثيرة مقابل الصفات المنفية، طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ولا يرد النفي إلا على وجه العموم أو دفع ما ادعى الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى أو دفع توهم نقص، ولابد في الصفات المنفية من نفي مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. إذا لا عدول لأهل السنة والجماعة هذا، والله كأن أقول لك المؤلف الله سبحانه وتعالى قد جمع لابد أن تجمع، وهذا سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يستدلوا أولا ثم بعد هذا يعتقدوا قد جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات. لماذا؟ حقيقة التوحيد. نعم، لأن الله سبحانه ليس كمثل شيء. نعم، إفراد الله سبحانه وتعالى بمعنى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، عما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإنه الصراط المستقيم، الصراط الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، هو طريق الطريق الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه السلف الصالح، طريق مذلل مهيئ متسع مستقيم، طريق واحد، صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، ينسب هذا الصراط إما إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه لنا صراط الله، أو ينسب إلى السالكين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين. النبيين نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، صحيح؟ نعم، النبي نبي وصديق
وشهيد وصالح، والصديق صديق وشهيد وصالح وليس بنبي. نعم، الصديق من هو؟ الصديق الذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم، أبو بكر رضي الله عنه صديق، صديق هذه الأمة. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. طيب، يصدق مع من؟ يصدق مع الله، مع الله أولا في أقواله وأعماله واعتقاده، ثم يصدق مع عباد الله. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. صديقين. الشهداء إما شهداء المعركة أو الشهداء العلماء. شهداء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، قائما بالقسط. شهداء، شهداء صالحين. والصالحين من هم؟ الذين أصلحوا ما بينه وبين الله بفعل الأوامر اجتناب النواهي، وأصلحوا ما بينه وبين عباد الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، النبي نبي وصديق وشهيد وصالح، والصديق صديق وشهيد وصالح، والشهيد شهيد وصالح إما شهيد المعركة أو العلماء. والصالحين أصلحوا ما بينه وبين الله فعل الأمر واجتناب النواهي، وأصلحوا ما بينهم وبين عباد الله. لأن الفقه عندنا إما عبادات أو معاملات، صح؟ نعم. طيب، أجلس، فتح الله عليك. نراجع ما أخذنا ثم بعد هذا نقل. تفضل. نعم، بدأنا بماذا في مبتدأ هذا الدرس؟ بمراجعة ما سبق. نعم. طيب، ذكرنا في هذا الدرس ماذا؟ عناصر الدلالة والإفهام. أربعة. وقلنا عناصر الدلالة والإفهام اجتمعت في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونرد على المخالفين بهذا، هل أنتم أصدق أم الله؟ علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. نعم، واجتمعت يعني هذه العناصر هنا في كلام شيخ الإسلام، وأضاف إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إرادة الهداية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إرادة الهداية في غير الواسطين. والجاز ذكرنا أن الإلحاد ينقسم إلى قسمين. الإلحاد إما أن يكون في الأسماء والصفات أو في الآيات، والآيات إما شرعية أو كونية على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الإلحاد في الآيات الشرعية يقول أن القرآن مخلوق أو ينكر السنة مثلا. الإلحاد في الآيات الكونية يقول أن الطبيعة تخلق الأشياء، أو أصل خلق الإنسان. نعم، الإلحاد في الأسماء والصفات قلنا ينقسم إلى خمسة أقسام، وهذا أحسن أنه فيه تفصيل. أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها، جهمية وأشعرية. أن يثبت الاسم وينكر الصفة، يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء للأصنام لات والعزة، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة وقادر على الاختراع، وثالث ثلاثة. نعم، ذكرنا حقيقة التوحيد. دائما نقول في تعريف التوحيد، مجرد أن نقول توحيد نقول هو إفراد، والإفراد لا يكون إلا بالجمع بين النفي والإثبات، كفر وإيمان. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، ركنا الشهادة. نعم، والله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا بد أن تكون على هذه الطريقة. وطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال
في النفي. طريقة القرآن أن الصفات الثبوتية كثيرة مقابل الصفات المنفية، وفي الصفات المنفية لابد أن تنفع عن الله كما نفع عن نفسه وكما نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. نعم نعم. عن هذا الصراط المستقيم، هل الأسماء والصفات يدخلها النسخ؟ لا، لأن النسخ محل الأخبار، لا الأحكام. ونسخ أحد الخبرين يقتضي أن الآخر كذب، ممتنع في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه. فكل خبر عن الله جاء عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذا لا ينسى، لكن كيف يثبت عندنا؟ لابد أن يثبت عن طريق شرعي. فشرع من قبلنا شرع لنا بشرطين، أن يثبت من طريق شرعنا، والثاني أن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه، وهذا ثبت في شرعنا ولا يمكن أن يأتي في شرعنا ما يخالفه على ما ذكرنا في المثال، لا يظن ربي ولا ينسى غير هذا. نعم نعم. معنى الصديق والذي جاء. أولا النبيين نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، هذه أعلى مرتبة. ثم المرتبة الثانية الصديقين، الصديق هو صديق وشهيد وصالح، والشهيد شهيد وصالح، والصالح صالح. الصديق والذي جاء بالصدق والصدق. نعم، في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه يصدق أولا مع الله في أقوال وأعمال واعتقاد، ولهذا قلنا في شروط لا إله إلا الله الصدق، وينافي هذا الكذب. والشهيد والذي إما شهيد المعركة أو العلماء. نعم. والصالح أصلح ما بينه وبين الله بفعل آمر اجتناب الله، وما بينه وبين عباد الله عبادات ومعاملات. نعم فتح الله عليه. نعم. أين ما معنى كلمة السلف؟ ذكرنا أن علماء أهل السنة والجماعة يذكرون، وكثير في مؤلفات السلف والسلفية وطريقة السلف، أنهم أرادوا بهذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الكلمة ليست بمذهب جديد على ما يقول البعض أو تفريق للأمة وكذا، ولكن بيان لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعض الناس ظن أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فاحتاج أهل السنة إلى زيادة بيان وتوضيح. مفهوم؟ نعم. أي السائرين على طريقة السلف الصالح، نسأل الله نجعلنا منهم. نعم. نعم. كيفية الرد على المخالف تكون بماذا؟ بهذا الذي ذكر المؤلف من عناصر الدلالة والإفهام الأربع. ونقول لهؤلاء: هل أنتم أعلم أم الله؟ أصدق أم الله؟ هل استطعتم أن تأتوا ببيان وفصاح أكثر مما جاء في الكتاب والسنة؟ هل أنتم أردتم هداية الخلق أكثر مما أراد الله أو أراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا، إذن أتركوا وتهلكون الحياة وارجعوا إلى الكتاب والسنة. نعم. قوله تعالى بالسكن في الشيء ليس كمثل الشيء والسمع البصير، قلنا بإذن الله يأتي شرح لهذه الآية. والآن نريد أن نعرف أمور، أن هذه الآية، وهذا من بركة القرآن، استنبط منها علماء أهل السنة والجماعة أكثر من ثلاث قواعد: إثبات وتنزيه وطريقة القرآن، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وإثبات من الأسماء السميع والبصير والصفات، صفة السمع وصفة البصر، وليس كمثله شيء، نفي عن الله مع إثبات كمال أحدية وصمدية سبحانه وتعالى وكمال غنى،
وغير هذا. نعم، ولا تكاد تجد كتاب مؤلف في باب الأسماء والصفات إلا وهذه الآية مذكورة فيه، فتح الله عليك. وغير هذا. نعم، ذكرنا أن صراط الله سبحانه وتعالى واحد، أن الطريق الموصل إلى الله وطريق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم طريق مذلل مهيئ متسع مستقيم، إما أن يضاف هذا الطريق إلى الله أو إلى السالكين. نعم، فتح الله عليك. نعم، نعم، مد والكفر والمثيل، قلنا هذه معانيها متقاربة لكمال أحديته وصمديته، كمال غنى سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يمكن أن يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا أن هناك نوع واحد من أنواع القياس يستعمل في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، أن كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، كل صفة نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عنها. نعم، ثم بعد هذا ذكر المؤلف ما لا أحد يحفظ. نعم، بسم الله تحفظ؟ لا يجب تحفظ بعد. نعم، قوله تعالى، هو قال هذا، ماذا قال المؤلف؟ نعم، قال رحمه الله تعالى وقد دخل في الجملة، وقد دخل في هذه الجملة، الجملة ما سمى وصف به نفسه، أي الآن يريد أن يبين الأدلة من القرآن. هذا الكلام من المؤلف فيه بيان القسم الثاني على ما قسمه، وتعمد المؤلف رحمه الله تعالى البدء بالأدلة من القرآن، ثم لم يكتفي بها بل أورد الأدلة من السنة، ثم بعد هذا ذكر معتقده السنة والجماعة، ورتب المؤلف، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب، رتب الأدلة. أول شيء في الأدلة ذكر سورة كاملة، ثم أعظم آية، ثم بعد هذا بدأ يفصل في الأدلة رحمه الله تعالى. وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة ما سمى وصف به نفسه، في كتابه هنا الآن. نعم، قوله تعالى سبحانه وتعالى قوله الله أحد الله. نعم، في سورة الإخلاص، السورة سميت بهذا الاسم لماذا؟ انتبه، لأنها مسورة بسورة لا يخرج منها شيء ولا يدخل فيها شيء. الآن لديك قطعة أرض، حتى تحافظ على هذه القطعة تصنع لها سور، حتى لا أخرج منها شيء ولا يدخل إليها أحد، فهذه السورة سميت بهذا الاسم حتى يعني لا يدخل ولا يخرج، مسورة بسورة. سورة الإخلاص سميت هذه السورة بهذا الاسم لأنها تخلص قارئها من الشرك، الثاني لأنها أخلصت في وصف الله، إذن سميت بهذا الاسم والله أعلم لسببين. السبب الأول تخلص قارئها من الشرك، كيف؟ إذا وسوسك الشيطان وبدأ يشككك في الذات الإلهية، من العلاج تقرأ سورة الإخلاص. الثاني أخلصت في وصف الله، لأن القرآن إما أن يكون خبر عن الله أو قصص أو أحكام، فهذه السورة ليس فيها إلا أشرف ما في القرآن خبر عن الله، لا تخلو منه آية كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى.
مفهوم؟ طيب تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، لأن القرآن خبر عن الله لا تخلو منه آية، أشرف ما في القرآن قصص أحكام. تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. كيف؟ رجل ذهب إلى العمرة ونزل في المدينة قبل أن يذهب إلى مكة، توضأ في بيته ثم صلى في مسجد قباء ركعتين، فقال له القائل: هذا يكفيك عن الذهاب إلى مكة وأخذ عمرة الإسلام، هل يصح هذا؟ لا، لأن الصلاة في مسجد قباء ركعتين له أجر العمرة ولا تسقط عنه عمرة الإسلام. اعتمر في رمضان، فقال له قائل: الحمد لله سقط عنك حج الفريضة. لماذا؟ قال: لأن هذه العمرة في رمضان تعد الحجة، بل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حج عليه. يصح؟ نقول تعدل في الجزاء أي في الأجر، أما الإجزاء لا. لو قام في الصلاة وقرأ سورة الإخلاص 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة. مفهوم؟ إذا تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. طيب نعم. قل هو الله أحد. الله. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل من صح توجيه الخطاب إليه، هو الله المألوه المعبود محبة المتعظم، تقدم معه أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد. الله الصمد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لا يمكن أن تدعو غير الله. لماذا؟ لأن الله صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الصمد: السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. تقدم معنا هذا في كتاب التوحيد، قال السيد الله، حتى لا يتوهم متوهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الربوبية. مفهوم؟ السيد الذي كمل في سؤدده، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. الصمد الذي هو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. الرابع قيل من معاني الصمد: الذي لا جوف له. السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، السيد الذي كمل في سؤدده، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. قيل من معاني الصمد: الذي لا جوف له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. صفات منفية، لابد في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه، كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد والوالد لكمال أحديته وكمال صمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. لا بد في النفي نفي مع إثبات. نعم، لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكف والند والشبيه والمثيل معانيها متقاربة، تقدمت معنا لكمال أحدية وصمدية كما قلنا سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة متى تقرأ؟ السنة في قراءة هذه السورة متى تقرأ؟ في اليوم. ما يصلح، ما يصلح هذا. نعم. في صلاة الفجر، راتبة الفجر. نعم. يستقبل أول النهار بإثبات أنواع التوحيد الثلاثة لله. في الأولى بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون. توحيد، أي توحيد؟ أي توحيد؟ الألوهية، العبودية. وفي سورة الإخلاص الربوبية والأسماء والصفات. كأنه يبتدئ النهار بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ويبتدئ الليل في سنة المغرب كذلك. أدبار الصلوات يقرأ سورة الإخلاص، أذكار الصباح والمساء. نعم. ركعتي الطواف عندما يطوف بالبيت يعتقد بهذا أنه عبد لله وأن هذه حجارة تضر وتنفع. لا، والله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بأنواع التوحيد الثلاثة. لا. نعم. طيب بعدها إذا لا تحفظ ولا ندرس. نعم. أعظم آية في كتاب الله القرآن يتعاظم باعتبار المعاني والدلالة والتأثير، لا باعتبار القائل، لأن القائل هو واحد سبحانه وتعالى. وقد تؤثر فيك بعض الآيات دون البعض الآخر. هل القرآن يتعاظم؟ نعم. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهلك العلم أبا المنذر. إذن القرآن يتعاظم باعتبار المعنى والدلالة والتأثير، لا باعتبار القائل، فالقائل هو الله سبحانه وتعالى. في أعظم آية في كتاب الله، نعم، الله. هذه الآية فيها أسماء خمسة: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، خمس أسماء. وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى 26 صفة استنبطها من هذه الآية. الله كل اسم لابد أن يتضمن صفة، وإلا كان هذا إلحاد. إثبات الاسم والإنكار الصفة. الله لا إله نفي، حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي القيوم
الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. الحي القيوم، الحي كمال ذاتي، القيوم كمال سلطاني. وإذا قلنا الحي القيوم جمعنا بين الكمال الذاتي والكمال السلطاني، ولهذا قال بعض العلماء أن اسم الله الأعظم الحي القيوم تكرر في القرآن في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هنا في آية الكرسي، الموضع الثاني في أول سورة آل عمران، الموضع الثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم، كمال ذاتي وكمال سلطان. فتح الله عليك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة. السنة النعاس ومقدمة النوم، والنوم نوم. لا تستطيع أن تفسر النوم بأكثر من أن تقول نوم. عندنا قاعدة عند بعض العلماء وهذه مريحة جدا، النوم والحب والبغض والغضب وغير هذا، يقول لا تستطيع أن تفسر هذه الأشياء أكثر من أن تأتي بلفظه. الحب تقول حب، وهذا مريح للطلاب. نعم طيب، لا تأخذوا سنة ولا نوم، صفات منفية، منفية عن الله مع إثبات كمال الضد لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس ومقدمة النوم، والنوم نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ننفيها عن الله، ننفي عن الله السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم له أصل الكلام، ما في السماوات وما في الأرض إلا، لكن عندما تقدم المعمول على العامل دل على الحصر لله لا لغيره. له ما موصولة تعم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ تقدم معنا في القواعد الأربع أن الشفاعة شفاعتان، مثبتة ومنفية. المنفية نفها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. المثبتة أثبتها الله لنفسه وتطلب من الله لا من غيره بشروط ثلاثة. الإذن، من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعلم إثبات العلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم أي الماضي، فاعلم ما كان وما يكون، وحتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، يعلم ما بين أيديهم أي الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي، إذن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم كيفية الصفات أو مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده، كما مر معنا في كيفية ثمار وأشجار وأنهار الجنة. والمعنى الثاني أولى، حتى يشمل أسماء والصفات أي الكيفية، ويشمل ما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا استثناء بما شاء إلا بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه، عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، والله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر في مخلوقاته.
أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن أسباب زيادة الإيمان التدبر في مخلوقات الله. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبب تسمية هذه الآية بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، والكرسي على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين، والعرش سرير الملك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، صفة منفية عن الله، أي لا يثقله لكمال قدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى، حفظهما وهو العلي، علو في الذات وعلو في الصفات. وأدلة العلو إجمالا أي العلو في الذات خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب سيأتي معنا تنوعت أدلة الكتاب في إثبات العلو، والسنة القولية والفعلية والتقريرية، وأجمعت الأمة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. العقل يستحيل العقل أن يثبت للخالق إلا كل صفة كمال ومنها العلو. والفطرة كل مولود يولد على الفطرة. قال أخبرنا يا أستاذ، ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. يا رب، يرفع يديه إلى السماء. الفقير يأتي لغني قال أعطني مما أعطاك الله، قال الله يعطيك. نعم، العظيم ذو العظمة التي ليس فوقها عظم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. بعد المغرب إن شاء الله تعالى نراجع، لكن يعني لابد أن تذكروا لنا يعني الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. ذكرنا لكم أن كل واحد منكم يحفظ لنا يعني الأدلة، مثلا في العلو، الأدلة في المعية، الأدلة في الرحمة، الأدلة في المحبة، الأدلة في المجيء والإتيان، وعلى هذا. طيب، موعدنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.